السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة التانية في مادة محاسبة التكاليف 2 للفرقة الثالثة شعبة محاسبة. بدأنا المحاضرة اللي فاتت وبدأنا نتكلم عن تخصيص التكاليف الإضافية على أساس معدلات للمراكز الإنتاج ومراكز الخدمات أو للمراكز والأقسام. وصلنا في آخر المحاضرة إن في عندنا 4 طرق عشان نخصص التكاليف بتاعت المراكز على مراكز الخدمات. قلنا طريقة التخصيص الإجمالي، وطريقة التخصيص الانفرادي، وطريقة التخصيص التنازلي، وطريقة التخصيص التبادلي. قبل ما ندخل في الطرق، تعالوا كده مع بعض الاول نفتكر الخطوات اللي احنا كلنا قلناها عشان ازاي اخصص التكاليف الاضافية على مراكز واقسام. قلنا اول حاجة عندي ان انا لازم الاول اقسم المنشأة الى مراكز واقسام. اقسم المنشأة الى ايه؟ الى مراكز واقسام. طيب بعد كده بحدد التكاليف الإضافية الخاصة لكل قسم ومركز. نركز أول، اسمها تكاليف إيه؟ خاصة، يعني كل قسم ليه التكاليف الإضافية بتاعته، ما فيش قسم تاني بيشترك فيه، خاصة بيه. بقول لك الحاجة دي خاصة بيك، يعني إيه؟ يعني بتاعتك أنت. طيب بعد كده أحدد التكاليف العامة. طيب أحدد التكاليف العامة، طب ما يعني إيه تكاليف عامة؟ يعني بتاعت كل الأقسام. طيب ما أنا عاوز أقسمها بقى، يبقى أشوف الأساس المناسب اللي أنا هوزع التكاليف دي على أساسه للأقسام. وخدنا الجدول وشفنا التكلفة ممكن تتوزع على أي أساس. قلنا بعد ما بنخلص التكاليف الخاصة حطناها في المراكز، بعد كده حطينا كمان التكاليف العامة، وصلنا لإجمالي تكاليف كل مركز وكل قسم. يبقى بقى عندنا التكاليف بتاعة المراكز الإنتاجية، وعندنا التكاليف بتاعة المراكز الخدمية اللي هي الخدمات. طيب بعد كده أعمل إيه؟ أبدأ أوزع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج. طب إزاي؟ باللي إحنا هنشوفه النهاردة. قلنا بيتم تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج باستخدام أيا من 4 طرق. عندي كم طريقة؟ 4. أول طريقة اسمها طريقة التخصيص الإجمالي، اسمها طريقة التخصيص الإجمالي. تاني طريقة اسمها طريقة التخصيص الانفرادي. تالت طريقة طريقة التخصيص التنازلي. الطريقة الرابعة طريقة التخصيص التبادلي. طريقة التخصيص ايه؟ التبادلي. واحنا جايين من فوق لتحت كده، كل طريقة بتزيد صعوبة تطبيقها من فوق لتحت. يعني اسهل طريقة في التطبيق الطريقة الاولى، يليها التانية، يليها التالتة، يليها الرابعة. يعني لما اقول لك اسهل طريقة في التطبيق مين؟ الطريقة الاجمالية، يليها الانفرادية، يليها التنازلي، يليها التبادلي. طيب جيت سألتك سؤال تاني بقى، طب أيهم أكثر دقة؟ أيهم أكثر دقة؟ تقول لي معرفش. ما هي الدقة عكس السهولة بالظبط. ما هي أكثرهم دقة آخرهم دي اللي هي التبادلي، يليها التنازلي، يليها الانفرادي، يليها الإجمالي. يبقى معنى كده إن أسهل طريقة في التطبيق الطريقة الإجمالية. طيب وأكثر الطرق دقة الطريقة التبادلية. النهاردة إن شاء الله حسب ما يسعنا الوقت هنشوف هناخد كام طريقة من الطرق دول، وإن شاء الله الـ4 طرق هنطبقهم على حالة عملية واحدة عشان نشوف الفروق بتاعة التطبيق. طيب رجاء اوقف التسجيل دلوقتي وافتح كتابك قدامك وخلي معاك ورقة أو كشكول وقلم واشتغل معايا، لان زي ما احنا متفقين من قبل كده اي حاجه عملي لو ما حاولتش تشتغل بايدك انسى انك تفهمها، حتى لو فهمتها دلوقتي 5 دقايق وهتنساها.
لكن لما تكتب بإيدك ممكن تنساها بعد 10 دقايق. بس هي الفكرة في إيه؟ إن أنت يبقى عندك مرجع أو تعرف تشتغل بإيدك إزاي، مش تستمع بس، تمام؟ أو تشوف. تعالوا ناخد أول طريقة مع بعض، اللي هي طريقة التخصيص الإجمالي. أول طريقة عندي اللي هي طريقة التخصيص الإجمالي. كلمة إجمالي بتقوم فكرتها على أساس، هو أنا أصلا عاوز إيه؟ قلنا عاوز أوزع مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج. طب الطريقة اسمها إيه؟ الإجمالية. يبقى أنا بجمعهم مع بعض وبطلع رقم إجمالي، بجمع تكاليف مراكز الخدمات مع بعض وخلاها في رقم إيه؟ 1. طيب بعد ما بخليها في رقم 1 إيه اللي بيحصل؟ أوزعها على مراكز الإنتاج بالأساس اللي أنا بشوفه، تمام كده؟ يبقى أنا قلنا الطريقة الإجمالية معناها إن أنا بجمع تكاليف مراكز الخدمات كلها في رقم 1، وبعد ما بجمعه باخدهم أوزعهم على مراكز الإنتاج بمعدل 1 اللي أنا بشوفه إيه؟ مناسب. طيب هل في مميزات للطريقة دي؟ لسه أنا قايله فوق، الميزة الوحيدة اللي فيها سهولة التطبيق. سهولة التطبيق هي بسيطة كده وسهلة، حاجة كده ايه زي ما بيقولوا التيك اواي، خطوة واحدة وتتفض. ها هي كلها مش هي كده كده توزع، ناخد التكاليف ونوزعها على اساس معدل 1. طب دي الميزة بتاعتها. طب فيها عيوب؟ طبعا ده كلها عيوب، فيها اكتر من عيب. طب ايه اول عيب عندنا؟ اول عيب ان هي بتوزع التكاليف زي ما احنا قلنا على اساس معدل 1، بتوزع التكاليف على اساس معدل ايه؟ 1. مع ان ممكن مراكز الخدمات يكون لها معدلات تختلف في تقديم الخدمة لمراكز الانتاج، وهو ده العيب رقم 2، ان انا لازم اوزع كل مركز خدمة على حدة بمعدل او باساس توزيع مختلف حسب استفادة مراكز الخدمة منه كده بس. لا ده كمان تجاهلت حاجة مهمة قوي، ان ممكن يكون في علاقات متبادلة بين مراكز الخدمات. يعني ممكن مركز خدمة بيخدم مركز خدمة ايه اخر، ممكن مركز خدمة يخدم مركز خدمة ايه اخر. يبقى ده الميزة بتاعتها ان هي سهلة، وده التلات عيوب اللي فيه. طب تعالوا كده ناخد المثال اللي معانا مع بعض. بقول ايه؟ مصنع الخليج يتكون من مركزين للانتاج هما الف وب. يعني عندنا شركة اهي بتتكون من مركزين، خدوا بالكم احنا هنا للتسهيل ولزيادة الايضاح قسمنا المنشأة لمركزين فقط للانتاج ومركزين للخدمات. ممكن يكون المراكز اكتر من كده بكتير، سواء مراكز انتاج او مراكز ايه خدمات. يعني كل الشركات تقسم؟ لا، حسب طبيعة كل ايه منشأة. طيب انا عندي مراكز انتاج الف وب، وعندي مراكز خدمات مركز قوة محركة ومركز شؤون ايه عاملي. عندي بقول عندي مواد مباشرة. ايه المواد المباشرة دي بقى؟ للمركز الف 70,000، للمركز ب 50,000، للمركز بتاع القوة المحركة 20,000، لشؤون العاملين 15,000. دي بقول عليها تكاليف خاصة، بقول عليها تكاليف ايه؟ خاصة. بقول عليها تكاليف خاصة ليه؟ لأن خلاص كل مركز عارف التكاليف بتاعته، عارف التكاليف ايه بتاعته. طيب أجور غير مباشرة، برضو 35,000، 25,000، 50,000، 29,000. هنا برضو تكاليف خاصة. ليه قلت عليها تكاليف خاصة؟ لأن كل مركز عارف التكاليف بتاعته. طيب قول بعد كده قيمة الآلات. يعني معنى كده إن أنا لحد الجزء ده خلصت التكاليف الخاصة بتاعتي، كده أنا خلصت التكاليف إيه؟ الخاصة. طيب أمال إيه الباقي ده؟ بقول لك قيمة الآلات 240,000، 120,000، 40,000. هنا بقى دي أسس التوزيع اللي أنا هوزع على أساسها. جايب لي قيمة الآلات 240، 120، 40، جايب لي مساحة المصنع كل مركز واخد قد إيه من المصنع،
ألف 30، ب 30، قوى المحركة 20، شؤون العاملين كام؟ 20. عدد اللمبات 200 لمبة في كل مركز. طب عدد العمال، مركز ألف في 60 عامل، مركز ب 20، القوى المحركة 20، شؤون العاملين كام؟ 10. طيب قوة اللمبة بالواط، القسم ألف 200 واط والقسم ب 200 واط، لكن في مراكز الخدمات اللمبات صغيرة شوية، 100 واط وكام؟ و100 واط. ساعات دوران الآلات، يعني الساعات اللي الآلات اشتغلتها كام؟ 6000 في المركز ألف، 2000 في المركز ب، 2000 في القوة المحركة. طب قوة الآلة بالحصان، يعني الآلة دي قوتها إيه؟ الآلة في المركز ألف قوتها 2 حصان، وفي المركز ب قوتها 3 حصان، لكن في القوة المحركة قوتها إيه؟ حصان واحد. طيب ساعات العمل المباشر، لا ده ساعات العمل المباشر في المركز ألف 4000، وفي المركز ب كام؟ 2000 ساعة. طيب خلصنا كده التكاليف الخاصة، وجاب لنا مجموعة من أسس التوزيع أهي. طيب بعد كده وقد بلغت التكاليف الإضافية الأخرى. هنا بقى المشكلة، وبلغت التكاليف الإضافية الأخرى، إهلاك الآلات كام؟ 40,000 جنيه. أيوة دي بقى بنسميها تكاليف إيه؟ عامة. تكاليف إيه؟ عامة. ليه؟ جاية رقم واحد، ماهيش خاصة بمركز عن المركز الآخر. طيب الإيجار نفس الكلام، 20,000 تكاليف عامة. طب الإنارة 12,000 تكاليف عامة. أنا عندي بقى قبل ما أعرف أنا هشتغل في أنهي طريقة، اتفقنا إن أنا لازم أوصل لتكاليف كل مركز. طيب عندي هنا الجزء أهو ده جاهز، عندي تكاليف خاصة وعندي تكاليف عامة أهي. هبحث في الأسس اللي هو جابها لي فوق دي عن أعدل أساس أوزع على أساسه التكاليف العامة. هنا بقول إيه؟ فإذا كان المصنع يستخدم طريقة التوزيع الإجمالي في توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج، واستفادت مراكز الإنتاج من مراكز الخدمات إيه؟ متساوية. يعني إيه؟ يعني بعد ما أجمع تكاليف الخدمات في رقم واحد أقسمهم بالتساوي على مراكز الإنتاج. تعالوا كده نشوف إزاي هنحل المسألة اللي معانا دي. كشف توزيع التكاليف الإضافية طبقا لطريقة التوزيع الإجمالي بياخد الشكل اللي قدامنا، بياخد الشكل اللي إيه؟ اللي قدامنا. بنعمل جدول بنحط فيه في أول عمود بيان، العمود التاني بنحط فيه الإجمالي، بعد كده بقسم المراكز الإنتاج ومراكز الخدمات، وبعد كده بحط أساس التوزيع. زي ما احنا اتفقنا قلنا هنبدأ أول حاجة بتكاليف خاصة أو بنود خاصة. كانت عندي في التمرين فوق أهي زي ما احنا متفقين، مواد غير مباشرة وأجور غير مباشرة أهي، قمنا حاطين مواد غير مباشرة وأجور غير مباشرة، 70, 50, 20, 15. قلنا أساس التوزيع هنا بند إيه؟ خاص. الأجور غير المباشرة 139، لا الأول نقول 35، 25، 50، 29. طيب الإجمالي ده جه منين؟ بجمع الأرقام اللي في المراكز، 70 90 70 و50 120 و20 140 و15 155. طيب بعد كده الإجمالي ده 35 25 يبقى 60، 50 110 و29 يبقى 139. بعد ما أجيب الاتنين دول أجمعهم مع بعض، أجمع العمود الصفين دول مع بعض يساوي إجمالي البنود الخاصة، بيساوي إجمالي البنود إيه؟ الخاصة. أجمع 155 و139 يطلع عندي 294. طيب بعد كده أقول 70 و35 105، 50 25 55، 20 50 أهي، زائد ده بتساوي وده بتساوي عشان نبقى عارفين الأرقام جت معانا منين. تمام كده، ده إجمالي البنود الخاصة. طيب بعد كده عندي بنود عامة، الإهلاك. الإهلاك كان كام؟ كان 40,000. الإهلاك كان كام؟ 40,000. معلش بقى هنروح للتمرين تاني. الإهلاك 40,000 أهو،
ايه من الاسس دي اللي ممكن اوزع على اساسه إهلاك الآلات. طب تعالوا كده نمشي مع بعض. ساعات العمل المباشر ملهاش علاقة بالإهلاك، قوة الآلة بالحصان، ساعات دوران الآلات هي مرتبطة بالآلات، قوة اللمبة ملهاش علاقة، عدد العمال ملهاش علاقة، عدد اللمبات ملهاش علاقة، المساحة ملهاش علاقة، قيمة الآلات. أيوان، مش هو الإهلاك مرتبط بإيه؟ الإهلاك مرتبط بقيمة الآلات. مش أنا بحسب الإهلاك على أساس قيمة الآلة؟ يبقى أما أجي أوزع إهلاك الآلات أحسن أساس توزيع أوزع على أساسه اللي هو إهلاك الآلات. طيب يعني المفروض أجيب النسبة بين الرقم ده إلى الرقم ده إلى الرقم ده. طب إحنا اتفقنا قبل كده وقلنا مفيش عندي مشكلة، أنا ممكن أقوم قايل إيه، أنا ما بعرفش أجيب النسب مش عيب، قوم قايلين 40,000 في 240، ده للمركز مين؟ ألف، على مجموعة التلاتة مع بعض. طب مجموعهم بيساوي كام؟ آدي 280 ومية وعشرين، 400,000. بقوم إيه؟ 40,000 في 240 على 400,000، ده المركز ألف. 40,000 في 120 على 400,000. بقوم قايل 40,000 في 40,000 على 400,000، هيطلع معانا بالنسبة للمركز ألف 24,000، بالنسبة للمركز ب 12,000، بالنسبة للقوة المحركة كام؟ 4,000. طب هنا لا، احنا مفيش عندنا أصلا آلات عشان أقول إهلاك آلات في قسم شؤون العاملين. طيب تعالوا البند التاني اللي هو الإيجار. البند التاني اللي هو إيه؟ الإيجار. تعالوا نرجع للتمرين تاني مع بعض معلش. الإيجار كام؟ الإيجار 20. طب تعالوا كده، قيمة الآلات لا، المساحة تنفع، في حاجة تانية خاصة بالمصنع غير المساحة؟ لا. يبقى هو هنا لجد الحظ جايب لي النسب أهو، مش تعبني في حاجة. يبقى أنا أقوم قايل إيه؟ 20,000 في 30%، 20,000 في 30%، 20,000 في 20%، 20,000 في 20%، أهو هتطلع 20,000 في 30% ب 6,000، 20,000 في 30% ب 6,000، 20,000 في 20% ب 40,000، 20,000 في 20% ب 40,000. ما ننساش اساس التوزيع كان هنا، انا وزعت على اساس ايه؟ قيمة الآلات. هنا انا وزعت على اساس ايه؟ المساحة. هو الإنارة مرتبط بإيه؟ الإنارة اللي هو آخر برد معانا في التكاليف الإضافية العامة مرتبط بعدد اللمبات، هو إيه اللي بنور؟ مش اللمبة؟ طيب سؤال بسيط كده، سيبكوا الوقت من المحاسبة، تعالوا نسأل سؤال في الكهرباء. هو لو أنا عندي لمبة ليد من اللي هي طالعة جديد اللي بنقول عليها فينوس دي، 5 واط، زيها زي لمبة عادية كانت 100 واط في استهلاك الكهرباء؟ ادي واحدة 5 واط، هي لمبة في الاتنين في الاول وفي الاخر لمبات، لكن الاولانية 5 واط والتانية 100 واط. انتوا عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللمبة اللي هي ال100 واط بتستهلك قد 20 لمبة من ال5 واط. بتستهلك قد كام لمبة تاني كده معلش؟ 20 لمبة. يبقى لما اجي اقول دي لمبة ودي لمبة، يبقى انا بسفه او بتفه الحاجه، تمام؟ يبقى احنا عندي هنا لما اجي اقول لك انا عندي 200 لمبه في الف و200 لمبه في ب و200 لمبه في جي في قوه محركه و200 لمبه في شؤون العاملين، ولو انا اعتمدت على عدد اللمبات بس، يبقى انا كده معلش مش محاسب تكاليف. ليه؟ ما انا عاوز اعرف اللمبه دي اصلا قوتها بالواط كام. ليه؟ عشان اقيس استهلاكها للكهرباء بشكل سليم. طب انا عندي عدد اللمبات هنا اهو، طيب وعندي قوة اللمبة بالواط، طيب اعمل ايه؟ هضرب الاتنين في بعض، هضرب الاتنين في ايه؟ في بعض. يعني اقول 200 لمبة، اللمبة ب 200 واط، يبقى القسم ده أدي 4 أهو وأربعة أصفار،
باربعين ألف واط. يبقى القسم ألف بياخد أربعين ألف واط. طيب ب برضو نفس الكلام، ميتين في ميتين، يبقى القسم ب بياخد أربعين ألف واط. طيب القوة المحركة ميتين، بس قوة اللمبة كام؟ مية، يبقى بياخد كام؟ عشرين ألف واط. نفس الكلام شؤون العاملين، عنده ميتين لمبة، اللمبة مية، يبقى ميتين في مية بكام؟ بعشرين ألف. ده بقول عليه إيه بقى؟ عدد اللمبات مرجح بقوة اللمبة بالواط. عدد اللمبات مرجح بقوة اللمبة في الواط، يعني بضرب العدد في إيه؟ عدد الواطات بتاعة كل لمبة. طيب أوزع ال 12 إزاي؟ ببساطة 12 في 40 على مجموعهم، مجموعهم كام؟ 120. يبقى 12 في 40 على 120، وبرضك به 12 في 40 على 120. القوة المحركة 12 في 20 على 120. شؤون العاملين 12 في 20 على 120. هيطلع معايا 12000، هيطلع معايا 4000 ألف، 4000 ب 2000. القوة المحركة 2000، شؤون العاملين قلنا أساس التوزيع هنا إيه؟ عدد اللمبات مرجح بقوة اللمبة بالواط. أجمع بقى التلات بنود دول مع بعض يديني إجمالي البنود العامة، يديني إجمالي البنود إيه؟ العامة، اجمالي البنود العامة. يبقى انا وصلت هنا اهو لاجمالي البنود الخاصة واجمالي البنود العامة. اجمع الاتنين مع بعض، يبقى اجمع البنود الخاصة مع البنود العامة، اوصل لاجمالي التكاليف الاضافية بكل مركز، اوصل لاجمالي التكاليف الاضافية بكل ايه؟ مركز. اللي هي جت منين؟ من اجمالي البنود الخاصة واجمالي البنود العامة، اوصل لاجمالي التكاليف الاضافية بكل ايه؟ مركز. يبقى وصلت ان اجمالي تكاليف المركز الف 139000، اجمالي تكاليف المركز ب 97000، اجمالي تكاليف مركز القوى المحركة 80000، اجمالي تكاليف مركز شؤون العاملين 50000. لحد النقطة دي الاربع طرق ما بيختلفوش في طريقة الحل. لحد النقطة اللي أنا فيها دلوقتي دي مفيش أي اختلاف في الأربع طرق في الحل. أمال الاختلاف في إيه؟ الاختلاف في الخطوة القادمة اللي هي توزيع مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج. يبقى الفرق عندي أو الاختلاف في توزيع مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج. طيب إحنا قلنا الطريقة اسمها إيه؟ الطريقة الإجمالية. وقال لي في التمرين إيه؟ إن الاستفادة متساوية. يبقى هقوم مجمعهم على بعض عشان اوصل للاجمالي اهو، 80 و50 هتدي كام؟ 130000. طيب قلنا التوزيع بايه؟ بالتساوي، يعني المركز ا هياخد 65 والمركز ب هيوصل لكام؟ ل65. اجمع التكاليف الاضافيه الخاصه بمراكز الانتاج على التكاليف اللي جات لهم من مراكز الخدمات يديني اجمالي تكاليف مراكز الانتاج، يديني اجمالي تكاليف مراكز ايه؟ الانتاج. وان شاء الله هنكتفي بالجزء ده في المحاضرة دي، وان شاء الله في المحاضرة القادمة هناخد الثلاث طرق المتبقيين مع بعض. بس خلينا فاكرين ما عدناش هنعيد الجزء اللي فوق، قلنا لحد الخطوة دي، لحد الجزئية دي هنا كده هنعملها بلون تاني معلش مع بعض اهو. لحد الجزئية دي اللي فوق دي كل الطرق واحدة، يبقى أنا كل اللي هاجي أشتغل هاخد الجزئية الأخيرة دي اللي هي إجمالي التكاليف اللي أنا ظللتها قدامكم دي، وأبدأ أطبق عليها التلات طرق الباقيين. وإن شاء الله ده اللي هناخده في المحاضرات اللي جاية مع بعض. ومع ألف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.